أنا مزكوان من سهل الغاب، نازحين بأرمناز لين 4 سنين. 4 سنين توفى عندي ابني حياة راجح، توفى بحلب، ترك لي جوزي وولاد وراه. قال لي 4 سنين وأنا بعاج فيهم، بركض فيهم، أنا حرمة كبيرة عمري 50 سنة وجوزي مرضان مع جلطة، بركض على المشافي وعلى الدكاترة، انكشف معاهم مرض، معاهم بحث بالكلية، طلع كل كلية 6 فحصات، كل كلية 6 فحصات، وبل ما تاني جاز فحصات. بركض على المشافي، بركض على الدكاترة، بركض، طلبوا مني 6000 دولار، طلبوا مني 6000 دولار، مالي قدرة أحط 6000 دولار، ما عندي، حاجة مساعدة، رايدة مساعدة. يقعد بالليل يبكي، يقعد بالنهار يبكي، يصير معاه حصر بول، بينتفخ الطفل، وانا احسن من هيك والله ما عاد اقدر اركض فيها، يعني الطفل ما عندي مساعد، بدي مساعده، انا من اي انسان بدي حاجه مساعده. يلا حبيبي دحج علي، دحج علي، ارجع دحج علي. هلا الطباخ بنقول بده عمليه، بده عملية، الطفل بده عملية، يا أخي الطفل بده عملية، بده عملية ليزر، بده عملية ليزر، والليزر تكلف 6000 دولار، الناس 6000 دولار ما عندي، أخذته مرة ومرتين على المشافي، يقولوا لي بده على الليزر، ما خلت مشفى اللي رحت لها، يقول لي يا أختي بده ليزر الطفل. تصل معه حصر بول؟ بيبكي، يشكي من بطنه، يشكي من ظهره، بيورم معايا، زد زبد من أثمه، ما بيصحى خالص، يعني بلحق المشفى يعطوه المسكن ونرجع. هذا غير يصير معي.